نبدأ معاكم 8 الصبح باختلاف الموضوعات اللي بنناقشها في الفقرات الإخبارية أو الحوارية. دايما بنبدأ بالأخبار الخاصة بالطقس والمرور، لأنه دي أول حاجة بتفرق معانا أول ما بنصحى من النوم. النهاردة الطقس، يعني هيئة الأرصاد الجوية بتقول أنه هيشهد يوم السبت النهاردة انخفاض في درجات الحرارة، ده شيء لطيف، وحيسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. كمان هتنشط الرياح على بعض المناطق، وده هيقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه النهاردة هيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق، وده برضو هيقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بالليل. تعالوا نروح نشوف درجات الحرارة ونرجع تاني لحضراتكم. بعد ما اطمنا على احوال الطقس اللي طمنا هيئه الارصاد الجويه انه هيبقى في انخفاض نوعا ما في درجات الحراره، فده هيقلل شويه من الرطوبه واحساسنا بالحر، ولكن النصائح الرئيسيه اللي دايما بنقولها في يعني فصل الصيف انه لازم نبتعد عن حراره الشمس العاليه، لازم نشرب سوائل كتير تحديدا الميه، العربيات ما نركنهاش في الشمس، ما نحطش فيها ادوات او الات او حاجات بتساعد على الاشتعال زي الولاعة، البرفيوم، وحاجات تانية ممكن تساعد على الاشتعال، وغيرها من النصائح اللي دايما هنكون مع حضراتكم فيها على مدار فصل الصيف.